فائدة هنا وهي رواية مسلم. ما هي رواية مسلم؟ لا تتخذوها مقابر. مر معنا في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، مر معنا أن النصوص الواردة هناك تتحدث عن الصلاة، تحدثت عن عبادة الصلاة ولم تتحدث عن العبادات الأخرى. أجبنا فقلنا بأن ما ذكر هناك من نصوص ذكرت فيها الصلاة فحسب، مع أن المؤلف جمع تحتها كل العبادات، هذا من باب القياس. ألم نقل بهذا؟ لأن العلة في الصلاة هي العلة في سائر العبادات، وهي خشية أن تتخذ أوثانا من دون الله عز وجل. من رواية مسلم ظهر لي أن النص كما جاء بالتصريح في النهي عن الصلاة عند القبور جاء بالنهي عن بعض العبادات عند القبور، فقوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم قال: ولا تتخذوها مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فدل على أن المقابر لا يقرأ فيها كتاب الله عز وجل. يستفاد من هذه الرواية أن ما ذكره المصنف رحمه الله فيما سبق ليس بالقياس فحسب، بل بالدليل الوارد عند مسلم. ويفيدنا أيضا بأن القراءة للقرآن في المقابر منهي عنها مطلقا، لا سورة ياسين ولا الإخلاص ولا الفاتحة ولا غير ذلك.